والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهما تأخذان حكم المريض، وأما إذا أفطرتا خوفا على وليدهما. كيف تخاف المرضع؟ كثير من النساء إذا صامت جف ثديها ثم انقطع لبنها فلا يستفيد ولدها من اللبن ولا يرتضع، نقول إن لمصلحة الولد أن ترضعه حولين كاملين، بل قد نص العلماء على لزومه عليها إن استطاعت، والحديث البخاري فيه وعيد شديد على تركها الرضاعة، فدلنا ذلك على أنه يباح لها أن تفطر لأجل إرضاع ولدها أو لأجل مصلحة حملها لكي لا يسقط. لكن إن أفطرت لمصلحة غيرها فإنها تفطر هذا اليوم وتقضيه بعد ذلك، وتطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه نسخت في غير حق المرضع والحامل كما قال الصحابة كابن عباس وغيره، لكن يجب أن يطعم عن كل يوم تفطرانه مسكينا، والقاعدة في الإطعام أنها نصف صاع من المطعومات إلا البر فإنه يبذل ربع صاع وهو المد. من الذي يجب عليه أن يخرج الكفارة؟ تجب الكفارة على من تجب نفقة الولد، فإن كان أبوه حيا فالنفقة على أبيه، وإلا على جده أو أخيه ممن تجب عليه النفقة، لأن الكفارة لزمت لمصلحة الولد فتجب على من تجب عليه كفارة نفقته.